والنذر بعد عقده ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول نذر الطاعة، فإذا نذر طاعة لله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء به. في حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر عبادة فإنه يجب عليه أن يوفي بها، وهذا هو رأي الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله إذ يقول: إن هذا النذر إذا كان على عبادة ليست واجبة في أصل الشرع فلا يلزم الوفاء بها. مثال ذلك: نذر صلاة فيجب الوفاء بهذا النذر لأن الصلاة واجبة من حيث أصل الشرع. إذا نذر صياما وجب عليه الوفاء به لأن الصيام قد جاءت نصوص بوجوبه كصيام رمضان. لو نذر اعتكافا فإن هذا النذر لا يجب الوفاء به على مذهبه رحمه الله. لما؟ لأن الاعتكاف ليس واجبا من حيث الأصل، فالاعتكاف سنة. إن نذر الطاعة يجب الوفاء به سواء كان هذا النذر مطلقا أو معلقا. مثال المطلق: لو قال: نذر علي أن أصلي ركعتين، فيجب الوفاء به. مثال المعلق: لو قال: إن شفى الله مريضي فنذر علي أن أصلي ركعتين، فإذا شفى الله مريضه فيجب عليه أن يوفي بهذا النذر. النوع الثاني من أنواع النذر نذر المعصية، وذلك كأن ينذر فعل معصية كشرب الدخان أو سماع الأغاني أو النظر إلى المرأة الأجنبية، أو أن ينذر ترك واجب كأن ينذر أن يترك صلاة الظهر أو أن ينذر أن يترك صيام رمضان، فهذا نذر معصية. فإذا نذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل تجب عليه كفارة؟ قولان لأهل العلم. قال بعض العلماء: لا تجب عليه الكفارة، وذلك لأن عدم وجوب الكفارة يدعوه إلى أن يدع هذا النذر، فإذا ألزم بالكفارة دعته نفسه إلى أن لا يدع هذا النذر المحرم. والقول الآخر أنه يجب عليه أن يكفر، والمراد من الكفارة في النذر كفارة اليمين المذكورة في كتاب الله عز وجل، وذلك بأن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، هذا على التخير. فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال فإنه يعدل إلى صيام 3 أيام متتابعات. القول الثاني أنه تجب عليه الكفارة، وذلك لأن نذره منعقد، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقل: ومن نذر أن يعصي الله فلا نذر له. ومما يدل على وجوب الكفارة قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب، وذلك أن تدعوه نفسه إلى أن ينذر، إما لحث نفسه وإما لمنعها وإما لتصديق كلامه وإما لتكذيب كلام غيره، كما لو قال: إن لم يكن ما أخبر به صحيحا فنذر علي أن أصوم شهرا كاملا، أو قال من باب حث النفس قال: إن لم أدع هذه المعصية فلا أصومن شهرا كاملا، ثم وقع في هذه المعصية، فإن هذا هو نذر اللجاج والغضب. ولا يلزم أن يكون فيه خصام أو غضب أو لجاج، إنما الذي يلزم أن يكون فيه ترغيب أو منع أو تصديق أو تكذيب. فإذا حصل هذا النذر فإنه مخير بين أمرين: إما أن يفعل هذا المنذور، وإما أن يكفر كفارة يمين. ويستدل له بحديث: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. القسم الرابع هو النذر المباح، وذلك أن ينذر على شيء مباح، كأن يقول: نذر عليك ألا ألبس هذا الثوب، فأراد أن يلبسه فله أن يلبسه ويكفر كفارة يمين، وله ألا يلبسه،
وهذا هو القول الراجح من أن عليه كفارة يمين إذا خالف هذا النذر. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا كفارة عليه، وشأنه في هذا القول رحمه الله كشأنه في قوله من أن نذر المعصية لا كفارة فيه. ويستدل بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد قام في الشمس ولم يستظل، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فقال رحمه الله: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر كفارة. ونحن نقول إن عدم ذكرها في هذا الحديث لا يدل على إسقاطها، فوجوبها من طريق آخر. النوع الخامس: النذر المطلق، كأن ينذر نذرا مطلقا ولم يسمي، كأن يقول: نذر علي، ويسكت. فإذا قلنا: ما هو هذا النذر الذي عليك؟ قال: قلت هذه الكلمة، كلمة نذر علي. فماذا أصنع؟ فنقول: عليك كفارة يمين. ويستدل عليه العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. القسم السادس: نذر المكروه، كأن ينذر طلاق زوجته، فإن الطلاق في أصله مكروه، أو أن ينذر أن يأكل بصلا أو ثوما، فهذا النذر في أصله مكروه، وبالتالي فإنه مخير بين فعل هذا المكروه أو بين أن يكفر كفارة يمين وهو الأولى ويدع فعل المكروه. وهذه الأقسام المذكورة فيها ماذا؟ أو في جملتها كفارة يمين، وذلك لأن الكفارة ترقع هذا الخلل الحاصل من هذا النذر.